حضرتك يا دكتور، أسباب الإصابة بالغدد الصماء، طرق العلاج، المضاعفات، أنواع الغدد الصماء، وإهمال العلاج. طبعا الغدد الصماء غدد كثيرة، تبدأ من أهمها اللي هي الغدة النخامية اللي هي في أسفل المخ، وهي الغدة الأساسية اللي تسمى سيدة الغدد الصماء، ماستر جلاند، البيتيوتري جلاند، الغدة النخامية. هذه هي بتتحكم في أغلبية الهرمونات الثانية بجسم الإنسان. هذه لها عدة مشاكل، ممكن يكون في نقص في إنتاج الهرمونات، منها هرمون البلوغ، منها هرمون النمو عند الأطفال، ومنها هرمونات تتحكم بالغدة الكظرية والغدة الدرقية. الغدة الثانية اللي هي الغدة الدرقية، وهي أكبرهم وتعتبر من أكثر الأمراض اللي فيها شائعة، تقع في مقدمة الرقبة، شكلها زي الفراشة، وتكون لها أحيانا مشاكل في زيادة إفراز الهرمون أو نقص إفراز الهرمون، وأحيانا تكون في تضخم فيها، وهي مهمة جدا للطاقة ولها وظائف كثيرة على القلب وعلى المخ وعلى الوزن وعلى الجلد وعلى الشعر، وهي جدا شائعة وتكون دائما وراثية عند السيدات أكثر من الشباب. الغدة اللي بعديها الغدة الجار درقية، اللي هي تتحكم بالكالسيوم، مستوى الكالسيوم والفوسفورس، ولها علاقة وثيقة مع العظام وتقوية العظام، فهي مهمة لمنع مثلا تكون هشاشة على سم كبير. الغدة اللي بعديها اللي هي غدة الكظرية اللي فوق الكلى، ولها وظيفة أساسية اللي هو إنتاج الهرمونات الكورتيزول والأدرينالين، وأهمها طبعا الكورتيزون إنه يحافظ على مستوى الأملاح وعلى الضغط في جسم الإنسان. الغدة الجنسية اللي عند السيدات اللي هي المبايض أو الخصية عند الرجال، لها علاقة في البلوغ والخلفة والأمور هذه كلها. وأخيرا الغدة البنكرياسية اللي جزء منها غدة صماء بتطلع هرمون الأنسولين اللي له علاقة بمرض السكر. فأي زيادة أو نقص بيؤثر على مستويات هذه الهرمونات فيها، من سبب وجود مرض فيها وراثي، جراحي، أي عملية جراحية في المناطق هذه ممكن تؤدي إلى خلل بالهرمونات هذه كلها أو أورام.